السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية المرحلة الثالثة من الموسم الدراسي 2020-2021، اليوم غادي ندير معكم النموذج رقم 3 في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. دائما مدة الإنجاز هي 45 دقيقة. اليوم وصلنا للنموذج رقم 3. اللي باقي ما تفرجش في النماذج اللي ديجا درت في القناه، كاين الروابط في الديسكريبسيون، دخلوا تفرجوا وعاودوا لي فيديو باش تستافدوا ان شاء الله وتجيبوا الفروض ديالكم مع الاستاذ ديالكم، ان شاء الله تجيبوا نقاط مزيانه. اذا وقبل ما نبداو الانجاز ديال الانشطه، ادعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. هذا الفيديو درته من اجلكم، مرحبا بكم. إذا نبدأ على بركة الله بإنجاز الأنشطة. عندنا نشاط باللغة الفرنسية وثلاث أنشطة باللغة العربية. سنبدأ بالنشاط رقم واحد، عليه جوج ديال النقط. أصل بخط. إذا غادي نصل بخط هاد العلاقات الغذائية، التنافس والتعاون والافتراس والتطفل. بماذا؟ سنصلها بالتفاعلات البيئية التي تؤثر سلبا على التوازن البيئي، والتفاعلات البيئية التي تؤثر إيجابا على التوازن البيئي. إذا عندنا جوج ديال العلاقات كترجع بالإيجاب، يعني إيجابية بالنسبة للتوازن البيئي، وكاين بعض التفاعلات اللي هي سلبية على التوازن البيئي. إذا أولا نبدأ بالتفاعلات البيئية التي تؤثر إيجابا، التي هي إيجابية على التوازن البيئي. إذا أول تفاعل وهو التعاون. التعاون هي علاقة منفعة بين طرفين أو بين كائنين، وهي تفاعل بيئي يؤثر إيجابا على التوازن البيئي. ثم نمر إلى الافتراس، وهي تفاعل بيئي كذلك يؤثر إيجابا على التوازن البيئي. وكيبقوا لنا التطفل والتنافس، هما بجوج بهم كيأثروا بشكل سلبي على التوازن البيئي، بحيث أن التنافس كيحدث واحد التنافس ما بين حيوانين من نفس الصنف وكيوقع ضرر للطرفين، إذا هو مضر للتوازن البيئي. وبالنسبة للتطفل كذلك، هو تفاعل بيئي يؤثر سلبا على التوازن البيئي سلبيا. إذا التنافس والتطفل سلبيين، والتعاون والافتراس إيجابيين. فهم سي تخي بيان. دابا غادي ندوزو للنشاط رقم 2، انتبهوا معايا. نشاط رقم 2 حتى هو عليه جوج ديال النقط. أصنف العوامل الطبيعية والعوامل البشرية التي تؤثر على التوازن البيئي لوسط بيئي معين. جيد. إذا عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. حنا كنعرفوا بأن التوازن البيئي، شكون اللي كيخلي أنه يوقع واحد الاختلال في التوازن البيئي؟ كاين عوامل بشرية، يعني من صنع البشر، يعني من صنع الإنسان، وكاين عوامل طبيعية، يعني من صنع الله سبحانه وتعالى. إذا عندنا الصيد الجائر، التصحر، هنا الصيد الجائر معودة، القنص الجائر، الفيضانات والجفاف. مزيان. إذا غنميز من بين هاد العوامل، عوامل طبيعية وعوامل بشرية من صنع الإنسان. إذا نبدأ بالصيد الجائر. الصيد الجائر هو عامل بشري. الصيد الجائر، الصيد الجائر يعني سيغ باتوغاش، غادي نضربوا عليها. عندنا التصحر. إذا التصحر هو عامل طبيعي، التصحر، نعم. إذا ثم القنص الجائر. إذا القنص الجائر يعني هو عامل بشري. القنص الجائر كذلك هو عامل بشري من صنع البشر، يعني أن الناس كيصادوا في خارج موسم الصيد. جيد. ثم الفيضانات. الفيضانات هي عامل طبيعي، الفيضانات. ثم الجفاف. الجفاف كذلك هو عامل طبيعي. إذا القنص الجائر عامل بشري، الفيضانات والجفاف عوامل طبيعية. إذا تصحر، الفيضانات، الجفاف عوامل طبيعية، والصيد الجائر والقنص الجائر عوامل بشرية. سي تخي بيان. دابا غادي نمرو للاكتيفيتي 3 اللي هو اون فرونسي. اونتور لا ريبونس جوست، يعني غادي ندور على الجواب الصحيح. داكوغ، غادي ندور على الجواب الصحيح. دونك لي بلونت فيرت، يعني النباتات الخضراء، النباتات الخضراء. لي بلونت فيرت سون ابيلي دي برودكتور كار. اذا هاد النباتات الخضراء كيتسموا منتجين، برودكتور كار، لانهم علاش؟ كار ايل برودويز لي فروي، ou bien car elles fabriquent leur nourriture, ou bien elles fabriquent leur nourriture, ou bien elles vivent dans le sol. واش حيت كتنتج الفواكه، ولا
حيت كتصنع الأغذية ديالها ولا التغذية ديالها، ولا حيت كتعيش في التربة، ولا حيت كتعيش في التربة. حنا كنعرفوا بأن لي بلونت فيرت يعني النباتات الخضراء كتسمى بمنتجة لأنها تنتج غذاءها بنفسها. والجواب الصحيح هو الجواب الثاني، باسكيل فابريك لور نوريتور. داكور لور نوريتور. إذا الآن غادي ندوزو للنشاط الرابع والأخير، عندنا فيه جوج ديال الأسئلة. نشوف السؤال الأول، أجب بصح أو خطأ، غادي نجاوب صحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة أنكتب صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة أنكتب خطأ. إذا التنافس علاقة منفعة بين كائنين، واش بصح التنافس علاقة منفعة بين كائنين؟ إذا فين هي العلاقة الغذائية اللي الجواب ديالها أو لا التعريف ديالها هي علاقة منفعة بين كائنين؟ وهي التعاون، داكوغ، وليس التنافس. إذا هي عبارة خاطئة، إذا سأكتب خطأ. إذا التنافس هي ليست علاقة منفعة بين كائنين، بل بالعكس هي علاقة مضرة بالنسبة لكائنين، يعني بجوج بهم كيتضروا، داكوغ. بالنسبة للعبارة الثانية، تسمى الحيوانات العاشبة بالمستهلكة من الدرجة الأولى، يعني الحيوانات العاشبة التي تأكل العشب كتسمى بالمستهلكة من الدرجة الأولى. نعم، لأنها تستهلك النباتات الخضراء، لذلك تسمى بالمستهلكة من الدرجة الأولى. إذن هي عبارة صحيح. صحيح. سؤال الموالي، ترجم الكلمات التالية. ترجم الكلمات التالية، غادي نترجم جوج ديال الكلمات، عندي مفترس وعندي ميليو ماغا. غادي نبداو مفترس، غادي نكتبها باللغة الفرنسية. غادي نبداو مفترس، غادي نترجموها باللغة الفرنسية. دونك مفترس هي بريداتور، داكور. لو بريداتور هو مفترس. وعندنا ميليو ماغا هي وسط بحري. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم في القناه المتنوعه اللي كندير فيها دروس، كندير فيها فروض، كندير فيها كذلك الدعم، وكذلك كندير فيها دروس للتحضير لمباراه التعليم. اذا زيدوا انضموا للقناه ديالي، زيدوا تفاعلوا معها، بارطاجيو القناه مع اصحابكم، بارطاجيو القناه مع الصديقات والصديقات ديالكم باش يوصل اكبر عدد من المتتبعين وتوصل اكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.